فرحة مش بفلوس، يمكن تكون كلام جرائد ولا حتى مجلات، لكنه كلام بجد وموجود فعلا. عيلة نزلت من بيتها في عين شمس، ما اشترتش بقى فسيخ ورنجة ولا جابوا لهم كرتونة بيضة علشان يلونوها، لا شوية سندوتشات والموضوع خلص، على بالونتين على كرة صغيرة وخلاص خلص الموضوع. وبدل تذاكر الجناين قالوا يقعدوا عند كوبري الدمرداش، عند حتة صغيرة كده على يمين الطريق. البيض لونوه بالبصل والالوان ونبخه الحتره قدام البيت كده ونجيبوا القته دي نكسروها والبصل ونحطوها ونبخه ونعمله في الصعيد. الكلام ده لون اخضر كده زي الالوان اللي يحطوه للبنات دي، واحمر واصفر ولونوا البيض ونعمله ايه كميه بيض كتيره، يعني مش ده البيض دلوقتي ب 75 قرش، كانت يوميها البيضه كانت بتعريفها وبقرش. كل الجناين زحمة جدا محدش عارف يقعد، فلا دي زحمة يعني دي رايقة وحلوة.